السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل بسمعنا. وصف زيارة، تعبير عن وصف زيارة إلى صومعة حسان، معلم من معالم المدينة أو القرية. التعبير المستوى الرابع، تعبير كتابي صفحة 17، منير في اللغة العربية، منهج مغربي. قمت بزيارة لإحدى معالم مدينتك أو قريتك، صفة مبرزة أماكن جمالها. ذات يوم زرت صومعة حسان بمدينة الرباط، وكان ذلك رفقة أصدقائي. تعد صومعة حسان تحفة فنية مذهلة، حيث يبلغ ارتفاعها 44 مترا. تتميز بزخارفها المتقنة ونقوشها المعقدة التي تجسد جمال الفن الإسلامي في أبهى صوره، أو في أبهى صورة تجسد جمال الفن الإسلامي في أبهى صورة. تزين الصومعة من الخارج بنقوش هندسية متناسقة تضفي عليها سحرا خاصا، بينما تزينها من الداخل نقوش قرآنية مذهلة تضفي عليها أجواء من الروحانية والسكينة. تعد صومعة حسان شهيدة على عظمة دولة الموحدين الذين بنوها، لتكون مرارة لمسجد ضخم كان يخطط لبنائه. تحيط بصومعة حسان حدائق تضفي عليها لمسة من الجمال الطبيعي، مما يجعلها مكانا مثاليا للاسترخاء والاستماع والاستمتاع بالمناظر الطبيعية. وتمثل الصومعة رمزا هاما للتاريخ المغربي والحضارة الإسلامية، وتعد وجهة سياحية مهمة تجذب الزوار تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. ختاما، إن زيارة صومعة حسان تجربة ثقافية مثيرة تتيح للزوار فرصة للتعرف على عظمة الحضارة المغربية وتاريخها المشرف. لدينا خاتمة أخرى، اختاروا دي أو دي. استمتعت كثيرا بزيارتي لصومعة حسان، ولقد كانت الزيارة رائعة. التقطت بعض الصور مع أصدقائي، ثم عدت أنصح الجميع بزيارة هذا المعلم الأثري والحضاري. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.